في القمة ولا في المعطيات سدود، على باب الكريم نكون والنظرات مأمولة. أهلا وسهلا، حياكم الله في واحدة من الوجهات الريفية المميزة والجميلة في جبال محافظة الدائر بني مالك، وتحديدا جبال آل سلمى نيد العادي. مزارع قهوتكم لصاحبها جابر أحمد السلمي، واحدة من الوجهات الريفية التي تستحق الزيارة. تحتوي المزرعة على مدرجات لزراعة البن الخولاني السعودي الأصيل. وكذلك نزل ريفية للمبيت ومجالس استقبال داخلية وخارجية ومسارات سياحية ممهدة للتنزه وممارسة رياضة الهايكينج، كما يوجد بها استراحة صغيرة للإيجار وكذلك جلسات مجهزة وسط أشجار البن.